معركة الحسم في حلب تشتعل من جديد مع محاولات قوات النظام استعادة السيطرة على بعض المحاور الاستراتيجية من قبضة الجيش الحر. معارك عنيفة تدور رحاها حول مدينة سفيرة شرق مدينة حلب بعد محاولات حثيثة من قبل قوات النظام لفتح خط إمدادات سيطر عليه الجيش الحر يمهد لفك الحصار عن معامل الدفاع قرب المدينة والزحف باتجاه مطار حلب الدولي بهدف تطويق مدينة سفيرة وفتح ثغرة من الشمال للتقدم باتجاه شرق مدينة حلب. أهمية معركة حلب تتجلى في أنه وفي حال حسمها الجيش الحر لصالحه فسيعني فقدان النظام لعاصمته الاقتصادية ولوجوده العسكري شرق سوريا، ففي حلب تتمركز أهم المنشآت العسكرية للنظام على غرار الكلية الجوية وكلية المشاة ومدرسة المدفعية والأكاديمية العسكرية ومعامل الدفاع، قواعد تنطلق منها هجمات النظام العسكرية على الرقة ودير الزور والحسكة. السيطرة على حلب كذلك تعني السيطرة على مطارات مهمة تنطلق منها هجمات النظام الجوية على غرار مطارات منغ والنيرب وكويرس العسكرية. وفي حال تمكن الجيش الحر الذي يسيطر على 95% من الريف الحلبي من بسط سيطرته على حلب المدينة فسيكون بذلك قد جعل من أكبر محافظة سورية حدودية مع تركيا منطقة آمنة تنطلق منها عملياته العسكرية. سهام الزاموش، العربية،